الهرمونات الظاهر ليك في الجيم ان هو بيكون اقوى منك وبيكون حجمه العضلي اكبر منك وبيكون عنده ثقة في نفسه اكتر منك، وحاجة زي دي بتأثر عليك نفسيا. فلما تيجي تقارن نفسك بشخص بيستخدم هرمونات بتبص تلاقيه بيتطور اسرع منك بشكل غير عادي، بس اللي مش كتير هيقوله لك ان انت صحيا احسن منه. وحط تحت كلمة صحيا كام خط، لانك شوية برد بيناموك في السرير. فتخيل لما يحصل لك تقلب مزاج بسبب استخدام الهرمونات، وبرضه ما تستهونش بكلمة تقلب في المزاج دي، لانك حرفيا ممكن تخسر شغلك، ممكن تخسر اهلك، وفي بعض الحالات بتكون عدواني لدرجة انك ممكن تضيع نفسك. وكل اللي استخدمه عارفين الكلام اللي انا بقوله ده، ولا العامل النفسي اللي بيحصل لك بعد ما بتخلص الكورس وتبدا عضلاتك تتلاشى وترجع اضعف من ما كنت عليه قبل الكورس، وصحتك واوزانك بقى في التمرين تبدا تقل، ورغبتك في انك تتمرن اساسا بتقل، وده هيخليك مضطر انك تاخد كورس تاني علشان تستعيد قوتك تاني وتستعيد حجمك العضلي تاني وتستعيد ثقتك في نفسك تاني وترجع تشوف نظره انبهار الناس بيك. لكن كل ده بيكون على حساب صحتك، وكل ما تاخد اكتر كل ما صحتك بتدهور اكتر. ممكن تكون شايف شكل عضلاتك من بره فت والواد ده شكله صحيا حلو، لكن من جوه متدمر. طيب انا يا كوتش هجرب بس اخد كورس واحد وهبطل، بالظبط عامل زي اللي كان بيقول انا هجرب بس سيجاره مخدرات وهبطل. لما بتشوف النتائج السريعه بتخليك عايز دايما اكتر. صلى على النبي، باختصار شديد الهرمونات اضرارها اكتر من منافعها.